يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أنه يهبط على ركبتيه؟ وهل يدي الجمل في ركبتيه كما يقول بعض العلماء؟ وهل يجوز الهوي على اليدين؟ أرجو منكم التكرم بتوضيح هذه المسألة. هذه المسألة وضحها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد توضيحا كافيا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن البروك كبروك البعير. بروك البعير أنتم شاهدوا البعير الآن إذا برك أول ما يضع في الأرض يديه ثم ركبتيه، فأنت إذا وضعت يديك أولا تشبهت بالبعير، هذا شيء واضح ما يحتاج إلى مغالطة. برك بعير وشف، لا تقول قال فلان ولا قال فلان، جيب لك بعير ونحن نهينا عن التشبه بالبعير.